Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Idan atamanna an takunu bi khair antum wa kullu man tu'izzun. Idan marhaban bikum fi qanatina Alwah Sigma. Soyez les bienvenus dans notre chaîne Alwah Sigma. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. Idan ana jid farih li ataqasama ma'akum ma'arifi fi maddat ar-riyadiyat. Idan la zilna nadrusu hadha al-kitab Panorama en mathématiques troisième année collégiale. Et nous passons à la safha. 23, l'exercice numéro 10 énonce et dit simplifie les expressions suivantes. On a quatre expressions. On a E, F, G et H. Et dans le tamrin, il dit بسيط العبارة التالية. On a عبارة E, F, G et H. Fihom l'addition et la soustraction des racines. Et on a la distributivité de la multiplication. On a une multiplication avec un facteur ديال un nombre avec un ratio هكذا اذا وعندنا les identités remarquables اذا نركزوا حاول نجاوبوا على التمرين فهو مهم جدا وبسيط ولكن المهم حاول نجاوبوا عليه قبل ما نشوفوا الاجابه ديالي صحيح اذا اول حاجه غادي نكتبوا رقم ديال التمرين ديال ليكزيرسيس نيميرو 10 دون لا باج 23 وبتكتب جو سامبليفي لي اكسبريسيون سويفون اذا وبسط العبارات التاليه ثالثا انا حاولنا نبسط لكم يعني قضية ديال الشرح حاولوا نتوما تبعوا معايا مزيان شوفوا اذا عندنا لاحظوا عندنا جوج ديال لي غاسين دو 7 وخمسه ديال لي غاسين دو 7 وواحد غاسين دو 7 اذا هادشي راه بحال تتحسب 2 اكس بلس 5 اكس موان موا اكس اذا جوج ديال ما تخلعكمش هاد غاسين دو 7 وغاسين دو 7 وغاسين دو 7 اذا ها دو غاسين دو 7 حسب مثلا عندك هاد غاسين دو 7 شي حاجه افترضوا مثلا تفاحة مثلا ديال بحال هكا هنا عندنا تفاحة إذا عندنا دو بوم بلوس سانك بوم عندنا خمسة ديال التفاحة زائد جوج تفاحات هي سبعة تفاحات وبنا نقصو منهم وحدة إذا راه العملية فهي بسيطة دو غاسين دو سات هاد غاسين دو سات هي ديك التفاحة إذا بتعطينا دو غاسين دو سات بلوس سانك غاسين دو سات بتكتبو جوج زائد خمسة هي سبعة سات غاسين دو سات وبين نقسم غاسين دو 7 وحده اللي هي قلنا هي التفاحه بتعطينا 7 ديال غاسين دو 7 موان غاسين دو 7 هي 6 ديال غاسين دو 7 وهكذا تكون جاوبنا عليها بتكون بسيطه جدا بتكتبوا 6 غاسين دو 7 ولا كتبوا انتم اكس اذا انتقلوا العمليه المواليه هنا بغينا نديروا ديستريبيتيفيتي ديال لا ملتيبليكاسيون اذا لاحظوا عندنا واحد غاسين بغينا نوزعوا على هاد جوج الارقام اللي كاينين داخل القوس اذا كيف تنديروا هذا بين نوزع بين نضربوا في هذا هي لا ديستريبيوتيفيتي يعني توزيعيه هاد غاسين دو 2 بين نضربوه في 3 المره الاولى لان كاين جوج الارقام وبين نعاودوا نضربوه في غاسين دو 2 ولكن بيناتهم ناقص اذا لاحظوا اش غادي نديروا نكتبوا غاسين دو 2 ملتيبلي بار 3 هي الاولانيه هاد الاولانيه القوس هاد السهم الاول ثم بنكتبوا موان اللي كان بيناتهم موان تكتبوا غاسين دو 2 ملتيبلي بار غاسين دو 2 اذا العمليه بسيطه مثلا هاد غاسين دو 2 فوا 3 هاد 3 ما خاصناش ندخلها للداخل اذا غبا تعطينا تتساوي لنا 3 غاسين دو 2 لاحظوا عليها هكا اذا مثلا واحد الرقم مثلا نعطيكم مثال مثلا غاسين دو اكس مضروبه في واحد الرقم مضروبه في 5 راه ما خاصناش ندخلوا ديك 5 للداخل لان هذا رقم كاننا نقول هاد غاسين دو اكس 5 المرات اذا خاصنا نكتبوا ديك 5 هنا و اكس غاسين للداخل اذا هنا و تنكتبوا درنا غاسين دو 2 ملتيبلي بار 3 هي درنا 3 غاسين دو 2 و موان غاسين دو 2 ملتيبلي بار غاسين دو 2 هاد غاسين دو 2 ملتيبلي بار غاسين دو 2 هي جوج اذا بغا تعطينا موان 2 اللي ما عارفش نعاودو نكتبو هنا مثلا غاسين دو 2 يعني بغا تعطينا ندخلهم كلهم داخل القوس هاد غاسين دو 2 ملتيبلي غاسين دو 2 بغا تعطينا غاسين دو 2 فوا 2 اذا غاسين دو 2 فوا 2 هي غاسين دو 4 و تنعرفو جذر ديال 4 هو جوج اذا حنا كتبنا 2 وتنحصلوا على في الاخير على هذا 3 غاسين دو 2 موان 2 تتبقى على هذا الشكل اف اذا تتبقى اف ايتيغال 3 غاسين دو 2 موان 2 نشوفوا دروكا العمليه المواليه اللي هي جي اذا عندنا جي على هذا الشكل عفوا اذا عندنا موان 8 غاسين دو 11 ملتيبلي بار 5 غاسين دو 11 اذا اش غادي نديرو الارقام تنضربهم في بعضياتهم والجذور تنضربهم في بعضياتهم اذا غادي نديرو موان 8 ناقص 8 هي بوحدها مضروبه في 5 والجذر نعاودو نضربوه في غاسين دو 11 ملتيبلي بار غاسين دو 11
إذا تعاودو نكتبو هنا تساوي لنا ناقص 8 مضروبة خمسة هي 40، ولكن بدات قبل منها ناقص، إذا تعطينا موان 40 ملتيبلي باغ غاسين دو 11 فغاسين دو 11 تنعرفو غاسين دو إكس ملتيبلي باغ غاسين دو إكس هي إكس، إذا بتعطينا غاسين دو 11 أو كاغي باش نعاود نبسطوها ليكم، بتعطينا هي 11 بتعطينا موان 40 ملتيبلي باغ 11 ونحسبوها. وتعطينا موان 440، إذا بغينا نلقاو جي إيتيكالا موان 440، ونتقلو العملية الموالية اللي هي أش. إذا عندنا أش كيف تشوفو أمامكم، أش إيتيكال غاسين دو عفوا دو بلوس غاسين دو 5 ملتيبلي باغ أن موان دو غاسين دو 5. إذا هادي ماشي إيدونتيتي غوماركابل، عفوا أنا قلتها في الأول لكن ماشي إيدونتيتي غوماركابل، هادي بنديرو عليه ديستخيبيتيفيتي ديال لا ملتيبليكاسيون وديال لاديسيون. إذا عندنا دو هاد جوج بغينا نضربوها في هاد القوس كله هو، وبنعاود نضربوها في الرقم الأول هو واحد، نعاود نضربوها كذلك في غاسين دو 5 وبتعطينا إذا دو إلى ضربنا في أن بتعطينا دو، موان دو فوا دو هي 4، هاد جوج إلى ضربناها في جوج بتعطينا 4، وكاين حدا جدر 5، ثم الثانية جدر 5 بغينا نضربوها، هاد جدر 5 بغينا نضربوها في واحدة هي لتحت. وعندنا نضربها كذلك في جدر 2 غاسين دو 5 بتعطينا هاد الاولى بلوس غاسين دو 5، والثانية بتعطينا موان 2 فوا 5، اذا 2 في 5، وتنحصلوا في الاخير على جوج 2، هادي بتعطينا 4 مضروبة في جدر 5 زائد 5 هي بتعطينا ناقص موان 3 غاسين دو 5. علاش؟ لأن ناقص 4 ديال واحد الحاجة زائد واحد الحاجة، مثلا موان 4 إكس بلس إكس هي هما 3 إكس، وهادي بتعطينا موان 10، جوج مضروبة في 5 هي 10، بنحسبو جوج ناقص بتعطينا في الأخير جوج ناقص 10 هي ناقص 8، موان 3 غاسين دو 5، وهكذا نكون جبنا عند التمرين 10، ننتقل للتمرين 11. إذا التمرين 11 إنونسي دي سامبليفي لي زيكسبريسيون سويفونت، أون 4 إكسبريسيون أون أ بي سي إي دي. إذن هذه فيها ايدونتيتي غوماركابل كيف تيبان لكم، ثم عندنا كذلك هذه ايدونتيتي غوماركابل على الشكل ديال لا فورم ديال ا موان بي ملتيبلي بار ا بلس بي، كذلك نفس الشيء بالنسبه لأ بلس غاسين دو 2 غاسين دو 2. حاولوا نتوما توقفوا الفيديو وتجاوبوا على التمرين وتشوفوا الطريقه باش غادي نجاوب انا، فهي طريقه بسيطه جدا. إذن اول حاجه تنشوفوا هاد نعرفوا اولا، خاصنا نذكركم القاعده اللي تقول بانه عندنا واحدة سميتو ليدونتيتي غوماركابل، بتكتب أولا تمرين 11 دون لا باج 23، وتكتب هاد العبارة جو سامبليفي لي زيكسبريسيون سويفونت، وأذكركم ليدونتيتي غوماركابل اللي هي أ موان بي ملتيبلي باغ أ بلوس بي، تتعطينا أ أو كاغي العدد الأولاني هذا اللي تتلاحظوا بأنه العدد اللي كاين هنا بين الأقواس كاين أ وبي، وبيناتهم ناقص والآخر فيه نفس الأعداد وبيناتهم بلوس، إذا تتعطينا أ أوسي 2 إلا حسبناها ناقص بي أوسي 2، وتنديرو نفس العملية بالنسبة لهاد الأعداد اللي عندنا هنا، هاد غاسين دو 6 هي هي تتبان لكم بين مع غاسين دو 5 بيناتهم ناقص، وهما بيناتهم كذلك زائد، بتعطينا هادي أوسي 2، إذا غاسين دو 6 لو تو أو كاغي نديرو بين قوسين، موان هداك التاني اللي هو غاسين دو 5 لو تو أو كاغي. إلا حسبنا هذاك الأولاني غاسين دو 6 لو تو كاغي تيمشي لو كاغي مع الغاسين تتعطينا 6، الثاني بتمشي لغاسين مع لو كاغي بتعطينا 5، وتتعطينا في الأخير أن، دونك أ إيتيكال أن، إذا تنحصلو على أ تساوي واحد تنأطرو بحال هكا، وتنشوفو عملية بي، إذا تاهي إيدونتيتي غوماركابل سو لا فورم ديال أ بلوس بي ملتيبلي باغ أ موان بي، إذا غادي نديرو هذا الرقم الأولاني أوسي 2 هو واحد أوسي 2. تاني ناقص غاسين دو 2 ونديرها بين قوسين لو تو كاغي، إذا هاد الرقم هاد واحد بيعطينا واحد، واحد أوسي 2 هي واحد، والتاني بيعطينا 2 بيعطينا ناقص 2. خاصكم تعرفوا أنه أي رقم غنكتب لكم لون آخر، مثلا أي عدد مثلا نسميو إكس درنا ليه لا غاسين كاغي ديالو درنا ليه الجذر ديالو ودرنا أوسي 2 تيعطينا داكشي اللي لداخل، ولكن الشرط يكون هاد إكس بوزيتيف وتنكتبو إيتيكال إكس. دونك بتعطينا أن موان دو هي واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، وتنحصلو على بي تيكالا موان زان، تنأطروها تنتقلو العملية الموالية اللي هي غاسين دو 7 موان دو. إذا تيبان لكم بأن هاد غاسين دو 7 موان دو تيتكرر
القوس الثاني، ولكن هذه بيناتهم ناقص وهذه زائد. إذن إيدونتيتي روماركابل سو لا فورم دو أ موان بي ملتيبلي بار أ بلوس بي. وثاني راسين دو سيت بين قوسين لو تو أو كاغي موان هذاك العدد الثاني اللي هو جوج وسي اثنان، وتنحصلو على أنه إنتيكال سيت موان كاتر هذه راه ربعة، جوج أوسي اثنان هي ربعة ماشي جوج، وتنحصلو إنتيكال تخوا تنكتبو سي إنتيكال تخوا وتنأثروها. نشوفو العملية دي الأخيرة. إذا عندنا دي نفس الشيء تاهي إيدونتيتي روماركال كيف تيبان ليكم سو فورم أ موان بي ملتيبلي بأ أ بلس بي، إذا ها زائد ها ناقص. إذا العدد خمسة تتكرر، دو غاسين دو تخوا تتكرر، إذا غادي نكتبو سانك أو كاغي موان داك العدد التاني أوسي اثنان اللي هو جوج جذر ثلاثة الكل أوسي اثنان، وتنحسبوها هاد خمسة أوسي اثنان هي فانسانك. إذا صافي 25 5 أو كاري صافي 25، وهذه بغينا ندخل هاد لو كاري عليهم كلهم بغينا ندخل، وتعطينا موان 2 أو كاري اللي هي 4 ملتيبلي با غاسين دو 3 لو تو أو كاري وتعطينا 3. وتنعاودو نحسبو 25 موان 4 فوا 3 من جاتنا 3 هي جذر 3 أوسي 2، وتنحصلو على 25 ناقص 12 تتعطينا 13، وتنكتبو في الأخير دونك دي إيتيكالا 13 وتنأثروها. وهكذا نكون جبنا عند التمرين 11. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، بارتاجيوه مع الأصدقاء، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.